خلينا نشوف طاقتك يا برج التور كيف عامله اه إيه بالنسبه للطاقه عندك قوه كبيره جدا هاي الفتره طاقه يعني طاقه داخلك عم بتكون عندك طاقه كبيره لحتى تعمل كتير اشياء عم بشوفك بتاسس مشروع بتاسس اكثر شيء روحاني ممكن يكون له علاقه بالروحانيات او غير هذا الموضوع أو عم تبني بيت أو عم تبني مشروع، المهم في عندك طاقة كبيرة حابب تفرغها أكثر إشي في العمل أو في على الصعيد العملي عم بشوف، فهاي طاقتك هذا الشهر، نشوف قراءة عامة طبعاً ما حتكون يعني عاطفية أو عملية أو كذا، بشكل عام اللي ببين قدامنا بنحكيه. إن شاء الله الورق يكون إيجابي برج الدور حبيبي هذه الفترة حلو كتير كنت عم تختار بين شغلتين كنت محتار بين شغلتين كان في عندك صراع داخلي ما بين يمكن العقل والقلب هاي الفترة الفترة اللي عم نحكي عنها رح يكون توازن أكثر رح ي... إنه تقدر تختار بشكل عم يصفى مخك اكثر مع انه عندك كان حزن او راح يكون اول بس اول فتره يمكن اول اسبوع اول خمس ايام راح يكون في عندك اللي هو خذلان من شخص عم بتكون مستاء من وضع معين من ركود معين انت بتعاني منه عم بتحس حالك ما عم تتحرك ما تربط هذا ممكن يكون كمان طاقات سلبيه ممكن تكون معرض لطاقه سلبيه سحر او عين او حسد لاني عم بشوفك هون عم تستشفي من بعد مرض مش مرض ممكن يكون روحي يعني او ممكن يكون عضوي اجى نتيجه التفكير وال, وال خلينا نقول اكتئاب او حزن او صدمه من شخص فعم بشوفك لا كثير عم بتكون قوي هاي الفتره وعم تستشفي على خير عم بتكون يعني الورق عم بيكون في تطور من ناحيه طاقتك وقوتك وحظك هاي الفتره، اذا عم تنهي موضوع معين وليكن طاقه ثلاثيه عم تنتهي عندك ممكن تكون اذا طرف ثالث عم ينتهي في حياتك وتصفي انت والشريك لحالكم. شايفه عانيت في فتره ممكن تكون ماضيه من قله الفلوس او الماده او كنت على القد شوي ولكن هاي الفتره عم تنقلب الايه عم لا بصير في بالعكس توازن كبير عم بصير في ماده عم بصير في عاطفه اكثر عندك كنت تدور على العاطفه او الزواج كزواج آه هذا الشهر ما بشوفه انه شهر زواج بالنسبه لبرج الثور ولكن بشوف آه شهر علاقات بشوف شهر عروض آه خاصة للناس اللي ما عندهم آه حدا في حياتهم آه ممكن يكون شخص آه مائي جديد آه في حياتهم آه ممكن مش بس مائي يعني أي طاقة من اللي حأذكرها من الموجودين طبعا الطاقات عنا اللي موجودة أكثرها ترابية مائية هوائية آه، هذا اكتر اشي عم بشوف كمان سرطان في كمان آه، اللي هو للناس كمان اللي منفصلين خلينا نقول او بيعانوا من برود عاطفي مع الشريك آه، عم يرجع الشريك وبايده مثل تنازلات ممكن تكون يعني على الصعيد المعنوي المجازي المعنى المجازي لهذا الموضوع ممكن يكون تنازلات شخص هو نوعا ما متكبر القراءة العاطفية حبايبي ممكن تكون عكسية هذا الشخص شوي عنيد شوي عنده يمكن اديكشن معين او انت حتى فعم بيرجع لك بروح تانية عم بيرجع لك بكأس حب جديد عم بيكون انت عم بتكون منفعل كتير هاي الفتره تجاه هذا الشخص يمكن عملت اكشنز يمكن ولكن هذا التسرع مش منيح ابدا مش حلو ابدا ابدا في هاي العلاقه عم بشوف انه شوي شوي عم تتوضح الامور وعم بتروق بناتكم عم بصير في تجديد للعلاقه او يعني مثل تظبيط امور مثل توضيح امور شايفه انه الشريك عم بيراقبك بشده يعني عم بيحاول انه تكون انت بين ايديه ترجع بين ايديه زي ما كنت مبين انه كمان الشريك ممكن تكون عنده طاقه سلبيه زي ما قلنا سحر حسد عين كذا فانت وياه ممكن تكون عندكم هاي الشغله لانه كثير تكررت بالورق على الصعيد العملي نفس الشيء كنت محتار بين انك تفتح مشروع او ما تفتحه بين انك تروح شغل جديد او ما تروحه فعم بشوف هاي الطاقه تنتهي وعم بشوفك يعني عم بتروح على شغل جديد او في بوزيشن جديد ترقيه في العمل ممكن تكون اكثر اشي في عندك بعد فترة خلينا نقول ممكن تكون شهرين او ثلاثة زواج فعلا رسمي من لكن بشوفه عن حب يعني ما بشوفه زواج تقليدي او كذا بشوفه عن حب مبني بشوف في اولاد بيناتكم انت والشخص اللي على خلاف معه او حتى لو كنت معه يعني مرتبطين او منفصلين أه الطاقات قلناها اكتريتها، خلينا نشوف ورق ثاني، إذا العمل في أشخاص عم بشوفهم بالورق عم بتربصوا كتير وخاصة من طاقات هوائية ممكن تكون أو مائية، ممكن يكونوا ميزان أو جوزاء كمان، هدول الأشخاص بدك تكون كتير حذر من عندهم بدك ما تطلع اسرارك بدك تحاول انك تفصل حالك عنهم حتى لو كنتوا بنفس المكتب حاول انك تروح على مكتب تاني او تقضي اوقات اكتر بعيدا عن هدول الاشخاص لانهم ممكن يكونوا سامين في في حياتك ممكن هدول الاشخاص مش بالعمل ممكن يكونوا في على الصعيد الاجتماعي اقارب اصدقاء فعم بشوف اذا كانوا من هدول الابراج او من هدول الطاقات عم بيكونوا شوي سامين بالنسبة لكم هاي الفترة فحاولوا تبعدوا عن هدول الناس يعني حتى ما تحاولوا لا تنتقموا ولا يعني تعتبروهم ند بند بس موضوع انك تهمشهم وما تحكي اسرارك ابدا لانه العين عليك كتير مش بس بالعمل على اكثر من صعيد عم بشوف كتير العين عليك يا تور يا حبيبي ف... ف... خلي أمورك يعني زي ما يقولوا بينك وبين حالك خلص ما تقول لحدا شيء خاصة في للأصدقاء لل... للأشخاص اللي موجودين معك في العمل زملاء العمل تكون متكتمة كتير في المواضيع شايفة في أطراف في طرف ثلاثي ممكن يكون في العلاقة العاطفية هذا ورق عاطفي طبعاً فيه كمان ممكن تبين أشياء تانية مبين في سفر او في في بعد في طاقة بعد عم بتحاول إما انه سفر فعلاً رح يكون في هاي الفترة سفر سفر أكتر اشي بشوفه على عمل او هجرة أو أنه بعد عن الطرف الثاني عم بتكون في أول الفترة أول الفترة قلنا في شوية مشاكل في شوية صراعات حتى لو كانت بينك وبين حالك حول العلاقة العاطفية في عنا اللي هو طرف ثالث أو هذا الكرت ممكن يعني كمان طاقات سلبية ما بعرف ليش طلع لك يا برج التور أشياء كتير يعني الكروت فيها طاقات سلبية ان شاء الله تتخلص منها على خير ومبين في استشفاء من هذا الموضوع فنتفائل شوي في عندك شخص كان موجود قريب خلينا نقول عنيد شوي مودي سبب لك شويه اذى نفسي آه شوي كنت آه زعلان منه هذا الشخص عم يرجع شوي شوي هيك يتسلل لحياتك عم بيراقبك وشوي شوي عم بدخل آه بيرجع يدخل لحياتك لانه شايفه آه طاقة العند العند او العناد عم تنتهي بيناتكم آه شايفه طاقة الزعل او الحزن عم تنتهي برضه فعشان هيك يعني منيح اللي طلعوا مقلوبين هدول الكروت وشايفه في بالنسبه للطرف الثالث في مشكله كبيره اجوا لانه فوق بعض في مشكله كبيره جدا راح يصير بين الطرف الثالث والشريك لذلك كون مطمن انه في نهايه اللي قلنا عنها قبل شوي نهايه لطرف ثالث في العلاقه عم بتكون كتير محتار انك تعطي فرصة لهذا الشخص او ما تعطيه كل شوي عم بقول ممكن القراءة تكون عكسية حبايبي لانه قراءة عاطفية وقراءة عامة عم بتحاول تختار شيء من الاثنين ممكن يكون انه توافق على الصلح او ما توافق ولكن شايفيتكم انا بالنهاية عم بتكونوا مع بعض عم تكونوا مبسوطين بهاي العلاقة اذا في هاي الفترة ممكن كتير انه تروق الامور بينك وبين الشريك وشايفة في شخص جديد ممكن يكون من أبراج نارية أو هوائية أو مائية رح يدخل في حياة العزاب وعم بشوف الموضوع بتم على خير عم تبلش علاقة علاقة جدية عم تبلش علاقة يعني علاقة حلوة علاقة حب طلع لك كرتين آه كروت العقل الباطن أو زي ما قلنا العيون حسد حسد كبير في عندك يا برج الثور فبدك تدير بالك نفس الموضوع طلع لك انه اللي قبل شوي انه راح تكون جدا آه محتار بين نارين بين قرارين ولكن راح تاخذ القرار على على خير يعني راح تاخذ القرار المناسب ما راح يكون في جمود هاي الفترة انك ما راح تاخد قرارات بالعكس راح تاخد هذا القرار وراح يكون لصالحك بس اللي عم بشوف اكتر اشي انه في حسد خاصة خلينا نقول على العلاقة العاطفية في عيون كثير عليكم في بعض الشوائب بعض الاشخاص اللي عم بيوقفوا ممكن يكون الطرف التالت اللي قلنا عليه ممكن يكونوا اكتر من من طرف خلينا نشوف اذا في تحذيرات غير اللي قلناها لبرج التور. أوه هذا مش ورق تحذير هذا بشرة. في زواج في خطبة في ارتباط في رجوع في في علاقة عاطفية عم تتبلور وعم تتطور فيعني في بس شوف لون الخاتم ازرق يعني بقول لك احترس شوي من العين فشايفه خاتم خطوبه ان شاء الله على خير يا رب للي حابين وشايفيته أكتر اشي للعزاب للعزاب لانه قلنا في شخص جديد داخل حياتهم فممكن يكون هذا الموضوع اه شوف يا برج الدار حبيبي بالعمل رح يكون في شخص على سلطة معينة رح يوصلوا كلام عنك من ناس ما بيحبوا لك الخير من اشخاص ما بيحبوا لك الخير ولكن هذا الشخص رح يوقف معك او انه يعني هو مش متأثر بهذا الحكي ابدا عم بشوف علاقتك فيه عم تتطور و... فبس زي ما قلت لك قبل شوي احترس من هدول الاشخاص لانه شايفة انه هذا الشخص رح بالعكس يساعدك ما رح يسمعهم ولا شيء ولكن مطلوب منك انك يعني تحترس من هدول الاشخاص اه عندك مخاوف كتير حبيبي برج الثور عندك مخاوف كتيرة بلا معنى يعني ما إلها أبدا أي داعي فبقولك بعد فترة رح تصير تضحك على مخاوفك لأنه مخاوفك هي شغلة صغيرة كتير كتير ما بينخاف منها وانت شي كبير يعني هذا اللي مبين بالصورة أو بالنصيحة فبيقولك ما في داعي ابدا للخوف او للهواجس اللي انت عم بتفكر فيها بهاي الفتره وفعلا برج الثور عم بتكون عنده طاقه مش خوف يعني تخوف او زياده حساب حسابات ويعني مخاوف هواجس فبيقولك لا ما في داعي لهذا الموضوع ابدا حبايبي برج الثور بشوف